ما كنتش تقرا وجهك. اهم شيء الان هو قراءه الحديث. ما لم تحفظوا الحديث سيبقى لديكم نقص كبير كبير. لان كثير من الناس يحفظون احاديث لا يقيمون لها معنى، ومع ذلك هم يحاجون بها، في حين ان العلماء الان لا يهتمون بالحديث، وهذا خطا كبير. لان الاسلام قائم على اصل الكتاب والسنه، السنه الحديث. فاذا كان الانسان يرى انه ليس معنيا بالحديث ولا يحفظه ولا يهتم به، بل لا يحسن قراءته، لماذا كان عند الناس حصة السرد؟ لو سردت البخاري غير سردا واستمعت إليه من هذا درجة في العلم، لو استمعت من الشيوخ إلى لو كان هناك شيخ يسرد الحديث قل هذا يقرأ الحديث، هذا كان علم. علم سماع الحديث وتقويم متنه شيء، وإقامة متنه شيء كبير جدا. تعرف أسماء الرواة، تعرف الحديث لا تنكره، حتى ولو لم تحفظه تبقى دائما متصل بالحديث. أما أن يقول الناس هذا الحديث لا قيمة، لذلك في الحديث غائب تقريبا في برامج الناس كلهم، أو الذين يقرؤون الحديث ليسوا من أهل العلم، وبالتالي مهما قرأوا من العلم لا يصيرون محدثين بالمعنى. لا يصير الرجل، قد يكون الرجل محدثا يقال عنه محدث، ولا يقال عنه بأنه الحافظ، أي الذي يفهم الحديث ويحفظ الحديث، وهذا مفهوم الحقيقي للحافظ. وقد يكون الإنسان محدثا بمعنى فقط يحفظ نصوص الحديث، ولكن قد يكون الإنسان في درجة أسوأ، لا هو محدث ولا هو حافظ، لا يحفظ الحديث ولا يفهمه، لا دراية ولا رواية، وهذا نقص.